أمس خرج قيس سعيد في خطاب قيل عنه أنه خطاب جماهيري، لكن الكاميرا ما صورت لناش الجماهير العريضة، صورت لنا بس قيس سعيد ويعني انفعالاته وغضبه وزعيقه اللي واضح جدا من هذا الخطاب أنه كان مأزوما، وصف أي حد بيطالب بحقه أو بحريته أنه ممول من الخارج وصاحب أجندة، زعق كتير، وكمان الناس كانت ملاحظة حتى أصوات الناس اللي كانت موجودة بتسمع لقيس سعيد وكأنها من الأصوات المركبة مثلا في المسرحيات التلفزيونية أو المسلسلات التلفزيونية. قيس سعيد واللي وعد بمزيد من الإجراءات العقابية ضد المعارضة في تونس، وعد أيضا باستمرار هذه الإجراءات الاستثنائية، يبدو أنه لا مناص من النزول إلى الشارع كما حدث قبل أيام، والحرية والثورة لا تنتزع إلا باليد. ننتظر من الشعب التونسي كما ننتظر من جميع الشعوب العربية أن تنتزع حريتها وتنتزع ثورتها من الحكام الفسدة الظلم.